طب عايزين نعرف من حضرتك ايه العلاج الجديد بالنسبة للحالات المستعصية؟ تمام. اكيد في حاجات علاج جديد للحالات دي. اقول لحضرتك، لان فعلا بيقابلنا بعض الستات تقول لي والله يا دكتور انا خدت الاسبرين وخدت الهيبرين مفيش نتيجة وسقطت. مفيش نتيجة. خدت الاسبرين وخدت الهيبرين والتشخيص عندي خلل المناعة اللي هو الاجسام المضادة للدهون الفوسفاتية، تمام، انتي فوسفوليبيد سندروم، ومع ذلك برضه سقط. او لا ماشي، ما هو بص حضرتك، بص حضرتك، كل حاجه في الطب وليها نسبه نجاح. مفيش نسبه نجاح 100%، مفيش حد زي حد كمان، ومفيش حد زي حد، ومفيش نسبه نجاح 100%. طبعا. طيب خدت الاسبرين وخدت الهيبرين، ده بيرفع نسبه النجاح من صفر، واحده بتسقط على طول، الى 54%، ودي نسبه عاليه وكويسه جدا، بس ما زال في عندنا نسبه برضه هيسقطوا. طيب هو الحقيقه بصي حضرتك، الـ حديثا اكتشفنا ان في ميكانيزم تاني او كيفيه تانيه الاجسام المضاده دي بتاذي بيها الجنين، غير تجلط المشيمه وغير تجلط الاوعيه الدمويه اللي بتغذي الجنين. ايه بقى الميكانيزم التاني؟ الميكانيزم التاني ده او الطريقه التانيه، إن بيحصل أذى مباشر بالأجسام المضادة دي للخلايا مباشرة. تمام. وده بيخلي الست أصلاً تعمل إجهاد مبكر جداً جداً، لدرجة إن إيه؟ إن الناس زمايلنا اللي شغالين في تخصص أطفال الأنابيب والحقن المجاري، بيقول لك أنا عملت كل اللي عليا. القابل ده أو الزوجين دول انا جبتهم وعملت حقن مجاري كويس قوي واتبعت التعليمات والبروتوكول مظبوط، ومع ذلك في فشل مره واتنين. يبقى فشل الحقن المجاري اكتر من مره، لقينا برضو سببه اجسام مضاده ضد الدهون الفوسفاتيه. ليه؟ بالميكانيزم التاني بقى، مش بسبب تجلط المشيمه، لان لسه ما اتكونتش مشيمه، ده هو مجرد بينقل الجنين اللي اتكون معانا في المعمل الى رحم الام. طيب هو اصلا بينقله وهو فيه الضرر وفيه الخلل. ليه؟ لان في دمار للخلايا مباشر بالاجسام المضاده دي، دمار مباشر بالخلايا. يقال ان هو دمار بسبب وجود التهابات، عوامل التهابات موجوده في الجسم نتيجه برضو الخلل المناعي ده. فالجديد بقى حضرتك، غير الاسبرين والهيبرين، الخط الثاني اذا لم تنجح الطريقتين دول اللي هو الاسبرين والهيبرين، اللي هم طبعا معروفين وثابت علميا ان نجاحهم، بنخش بمضادات الالتهاب. مضادات الالتهاب. على سبيل المثال الكورتيزون. الكورتيزون ممكن يبقى اضافه ثالثه، بس ما بيغنيش عن الاسبرين والهيبرين. يعني الاسبرين والهيبرين وتاخد معاهم كورتيزون كمان، دول اساسي. دول علاج اساسي فعلا. العلاج الثانوي واضافه مهمه جدا الكورتيزون، وفي هيدروكلوروكين. ايه بقى الكورتيزون والهيدروكلوروكين؟ بيظبطوا الالتهابات خالص، بيوقفوا الالتهابات. يقال ان الموضوع بتاع الدوره بتاعه الدهون الفوسفاتيه دي والاجسام المضاده بتاعتها بتبدا بالالتهابات. وجود عوامل التهابات في الست، في دم الست يعني، وبالتالي دي بتنشط الجهاز بتاعها ان يكون اجسام مضاده، والاجسام المضاده دي تعمل تجلط في المشيمه. يبقى لو هي بتسقط، مبكر جدا او بتعمل حقن مجهري والحقن المجهري بتاعها فشل مره واثنين، يبقى بالميكانيزم الاولاني. الكيفيه الاولانيه اللي هي ايه؟ الدمار المباشر للخلايا. تمام. اما اذا كانت حصل حمل فعلا وشفناه بالسونار، بل اننا شفنا نبض الجنين وبعدين حصل الاجهاض واجهاض متكرر، لا يبقى ده بالميكانيزم التاني اللي هو تجلط في المشيمه. وبرده من المظاهر بتاعته زي ما حضرتك بقى عارفه معايا والساده المشاهدين عارفين، النقص نمو الجنين وتسمم الحمل قبل 34 اسبوع. كل ده